ربنا موجود. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم الثلاثون من شهر برمهات المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار رئيس الملائكة الجليل جبرائيل المبشر، الذي استحق أن يحمل البشارة بتجسد الابن الوحيد، وهو الذي سبق فأنبأ دانيال النبي عن عودة الشعب من السبي، كما أنه بشر زكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان السابق الصابغ. شفاعته المقدسة فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تنيح شمشون أحد قضاة بني إسرائيل، وهو من سبط دان بإعلان إلهي، إذ ظهر ملاك الرب لوالدته العاقر وبشرها بميلاده، وظهر الملاك أيضا لوالده منوح وكلمه بنفس البشارة. كبر الصبي وباركه الرب، وتزوج بامرأة أممية، وعندما يحل عليه روح الرب يعطيه قوة غير عادية. وبعد محاولات كثيرة من دليلة أخبرها بكل ما في قلبه، فأنامته على ركبتيها وحلقت خصل شعره، فضاعت قوته وفقد عينيه، وكان يطحن في بيت السجن. وعندما نبت شعره قبض على العمودين المتوسطين وقال لتموت نفسي مع الفلسطينيين، فسقط البيت ومات 3000 رجل، ومات شمشون ودفنوه في قبر منوح أبيه. بركة المقدسة فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تم نقل جسد القديس يعقوب الفارسي الشهير بالمقطع من مدينة غزة إلى ديار مصر. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. ربنا موجود.